أحسن الله إليكم. من الأردن السائل ألف ألف يقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة للحيوانات الأغنام والأبقار، هل عليها زكاة إذا كانت معدة للدرع والنسل وكانت ترعى من الكلى من العشب أكثر الحول وتم عليها سنة، فإنها تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا لهذه الشروط: أولا أن تكون للدر والنسل، إن كانت للتجارة فلها حكم آخر. ثانيا أن تكون قد بلغت النصاب، والنصاب يختلف، نصاب الإبل عن نصاب البقر عن نصاب الغنم. ثالثا أن يتم عليها حول يعني سنة تجب فيها الزكاة. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل. رابعا أن تكون سائمة، رابعا أن تكون سائمة يعني راعية من الكلى أكثر الحول أو كل الحول. نعم